وفاة الأديب يوسف السباعي. من رواد النهضة الثقافية في مصر في الستينات من القرن العشرين، ونشرت أول قصة له وهو طالب في الثانوية. دخل الكلية الحربية وتخرج منها ضابطا بسلاح الفرسان عام 1937 ميلادية، كما حصل على دبلوم معهد الصحافة من جامعة القاهرة. انتخب سكرتيرا عاما لاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، وكان من مؤسسي المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. عين وزيرا للثقافة في مصر سنة 1973 ميلادية، كما رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، وانتخب نقيبا للصحفيين. كتب 21 مجموعة من القصص القصيرة و15 رواية وأربع مسرحيات وعددا كبيرا من المقالات في النقد والاجتماع. توفي عن عمر نهزة 61 سنة.